انتخب لان ما لي ثقه بالناس يا اخي. اللي قبلهم اللي انتخبناهم شنو سووا لنا؟ نفس الشيء، شوف الزباين وشوف الاوساخ وشوف وين المشاريع؟ الحكومه السابقه من المشاريع اللي سوتها وينها يا اخي؟ نتأمل من الله سبحانه وتعالى أن يتغير الوضع للأحسن إن شاء الله، ويجون ناس يخدمون البلد يعني من قلبهم ومن ضميرهم بدون أي محسوبية. هذا اللي نتأمل إن شاء الله.